هذا عريسنا عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله، الف مبروك حبيبي، ربي يوفقك وللاعلى ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. يا سيسنا المبدع عثمان الشريف الله يبارك فيه، صديق عزيز علي جدا، وهذا ابنه عابد الله يحفظه ويبارك فيه، وهذا ابني فيصل. ايوه ابني فيصل في 6/6/2006 افتتحوا مول قلب الطايف. قلب الطايف ايوه، وقفلوا البيبان زحمه جوا وقالوا نبغى زفه وما ادري ايش، قلت لهم كيف زفه بدون عريس، وجبتوا يلا ولبسنا المشلع. هو صغير كان عمره كم؟ كم سنه كم كنت؟ ما افتكر. ما دخل مدرسه هي. ايوه ايوه ما دخل مدرسه، هو صغير وجبنا عروسه وكان كانوا مسويين عصارة التزلج. ايوه الاكلات الحجازيه أيوة والمراكز والشراب والدنيا والمزمار. أيوة بازار قالها بازار كامل. يا سلام عليك يا سلام. وانت درت ابو طبعا انبهرت يومها، انا اول مره اشوفك شخص اعرف اللي يجس يقعد يحط يده ويقعد يتعصر ويقعد يوقف، انت وانت ماشي ما شاء الله الصلاه على النبي، وانت ماشي الصوت ما يتغير والمجلس ما يتغير، ولين درنا السوق كله، حتى جابوا اتذكر وقتها شحاتين، واحد من شحات يعني مثلوا الحاره في المول قلب الطايف. الله يعطيك العافيه عريسه عريسه، وان شاء الله نزفه كمان هو عريس ان شاء الله. ان شاء الله في حياتك في حياتك وعقبال عيالك وعيالك 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 وعيالك. تفضل بارك الله على راسه هي بس. يا منقذ الغرقى ويا من عبده يدعوه في لجن الخضوب فيفزع، يا من يا عفوا فإن الخير عندك أجمع.